دكتور حنان الحليوي، سيادتك توا مشرفة على خيمة التقصي والتلقيح لهنا بمناسبة الاحتفالات بالمول. هما ثلاثة خيمات، تقصي سرطان الثدي، تقصي الكورونا، وغسل اليدين. سرطان الثدي، أي ما قلنا سرطان الثدي بمناسبة التلقيح والتلقيح بمناسبة اكتوبر الوردي، عاملين جاو جاوكم مواطنين جاو جاو برشا نساء برشا نساء، معناتها بالانيماسيون كل جاو برشا نساء وطلعوا عملوا زكزاما، فما دي ماموغرافي، فما دي كا تيكالي سوغلو اللي بعثوهم باش يعملوا ماموغرافي، وفما اغلبيتهم زكزاما نورمال، دونك طمناهم. باهي توا نجو التلقيح، التلقيح شو فيه؟ التلقيح تلقيح كورونا جونسون اند جونسون دوزة واحدة، اللي ما لقحش جاي لقح اليوم، اللي حب اللي حب عاد. ثم عدد باهي قداش؟ والله العدد قداش دكتور راضي قداش وصلنا؟ قداش لقحت؟ حاليا توا بالنسبة للتقصي حوالي معناها 200 واش معناها تحليل سريع لكوفيد 19. الحمد لله هما نسبة قليلة، هما 4 حالات إيجابية وقع على إحاطة بهم ووسيناهم على أن يكون حجر صحي ذاتي مهم برشا، وقع التقسم على العائلة نتاعهم، الحمد لله ماشي حالات معناها إيجابية في وسط العائلة. بالنسبة للتلقيح فتنة عدد مهم برشا، يناهز 150 تلقيح بالنسبة للأعمار اللي أكثر من 18 سنة وهي جونسون، ثم منهم الوافدين على مدينة القيروان وكذلك من أهالي مدينة القيروان. بالنسبة لتقصي سرطان الثدي فتنا 300 امرأة تمتعوا بالفحص السري لسرطان الثدي، وقع حوالي 50 منهم ترونسفيري باش يشوف مع أطباء الاختصاص ويقع الفحص نتاعهم بالماموغرافي. مع بالاشتراك مع الهيجين والبروموسيون عملنا خيمة غسل اليدين، هو بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين اللي هو 15 اكتوبر، معناتها اسابيع طاح فات وقت، دونك عملنا حاجة مزيانة برشا. روسيا مازالت متواصلة بالوقاية والتزام، ربما تبعت خير من هك. هذا هو اكيد، واحنا وصيناه حتى قبل ما تقع الايام هذه مفتوحه بمناسبه المولد النبوي الشريف، يعني قلنا يلزم البروتوكول الصحي يطبق، دونك هكا علاش احنا الاداره الجهويه للصحه كانت عازمه على انه تصير الايامات هذوما بالنسبه للتقصي وخاصه الحملات التوعويه. وان شاء الله معناها اهالينا فرقنا برشا بغداد، حطنا ما يقارب بتدخل يمكن 7000 من الف كمامه، هذا اللي ما حصرناه، دونك نقولوا راهو للناس راهو يلزم باش نحميو رواحنا، راهو احنا نحبوا نفرحوا صحيح، اما راهو يلزم الكمامه، انا خاطر تعبت شويه وحبيت نكمل وحدك وبعيده هكا وبعيده ولا، ويلزم معناها المطهر الكحولي في الدين، يعني ساعات نمسوا احنا الاسطح، الاسطح ما فعل حتى شيء، يلزم على الاقل تكون عندك المطهر الكحولي في جيبك، شكيت في حاجه وباش ترجع بيتك معروف، يلزمني انا نغسل ايدي المطهر الكحولي ومن بعد نرجع البيت نتاعي. دونك هذا هو احنا هذا كل عندنا مده معناها جمعه قاعدين نحسوا بالعباد على اهميه انهم يطبقوا هالبروتوكول الصحي. سيش تحكي لك فاش قرات راجلك باش يجي لقح؟ اي خاطر اي يعني ولدي اي صحة وعافية كورونا وتعب لي شوي المعلولة، هذاك علاش حبيت اني لقحت بالرغم تعبتني برشا، وهو عنده قداش عنده انا صدقني شهرين واني كل يوم نقول له هيا لق هيا لق، تو قلت بالله هيا لق رحمة امك هيا لق باش جا لق جا لق يعني تهنيتي هكا تو قلت هن على الصغار وكل شيء، يعني هن على الصغار خاطر هذا يعني تعبني، هذا اول ما كنت كورونا في الكورونا مرضي تعبني غصره وقت الكورونا مرضي وما عداش الامتحانات هكا علاش انا سيس صوروا سيس على السلامه رجال سلامه باهي باباك لقح
هاك تولي مرتاح انت. تقول الكبار الكل بشي ولقحوا برا ولقح. يعطيك الصحة، ربي يسون، عايشك ربي يفرح فيك.